أعلن بنك المغرب باليوم الاثنين عن تأمين إمدادات كافية من العملة الائتمانية في جميع أنحاء المملكة، وذلك بالنظر إلى الظرفية الحالية لمواجهة وباء فيروس كورونا من خلال تطبيق تدابير لحماية الموارد البشرية للمصارف من عملائهم. وذكر البنك المركزي في بلاغ له اليوم الاثنين أن بنك المغرب نسق في هذا الصدد مع القطاع البنكي لكي يتم تموين كل أجهزة التصرف الآلي باستمرار، وذلك للاستجابة لاحتياجات جميع المواطنين. وأوضح البلاغ أنه خلافا لبعض الشائعات، فإن عدادات البنوك مع احترام إجراءات الأمن والوقاية من فيروس كورونا ستظل مفتوحة للعملاء خلال ساعات العمل العادية وتعالج جميع العمليات المصرفية. بالإضافة إلى ذلك، سيتم اتخاذ ترتيبات اللازمة لسير عمل أجهزة التصرف الآلية البنكية بشكل سليم وتزويدها المنتظم بالنقد ليلا ونهارا للسماح للعملاء بالحصول على الأموال التي يحتاجونها في أي وقت. وأبرز البلاغ أن البنوك الأعضاء تعمل على طمأنة استمرارية تشغيل الخدمات المصرفية، وتطالب المواطنين بعدم الاستسلام للذعر في مواجهة وباء فيروس كورونا الذي هو موضوع تعبئة عامة لجميع القوى الحية في البلاد، والتعاون الفعال بين القطاعين العام والخاص بما في ذلك القطاع المصرفي، مشددا على أن الهدف النهائي هو الحفاظ على المصلحة العليا لبلدنا العزيز، والتي سوف تتغلب بالتأكيد على هذه الأزمة العالمية وستواصل بعزم ديناميكية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.